اهلا ناهد. اي ما تحاسبي يا بنتي، انت ماشيه نايمه ولا يعني المذاكره قطعت بعضها؟ هي دي مذاكره يا بابا. امال تبقى ايه؟ دي قصه جديده للاستاذ فاضل. استاذ فاضل عجيبه، كنت ظهرت امتى؟ النهارده. طب وريها لي كده. لسه ما خلصتهاش يا بابا، لما اخلصها اديها لك. لكن ازاي الاستاذ فاضل ما يدينيش خبر؟ ازاي تظهر له قصه جديده في السوق وانا ما اعرفش؟ لكن ده انا ما قلتلهاش ولا اعلان واحد. هو الاستاذ فاضل محتاج لدعايه يا بابا؟ اي نعم صحيح، هو مش محتاج لدعايه يا بنتي، لكن انت اشتريتيها من السوق ليه؟ انت ناسي انه قريبنا؟ ده ابوها الله يرحمه كان ابن عمة ابويا الهزم، وكانوا متربيين سوا وزي اخوات. انا عارفه يا بابا. طب لما انت عارفه اشتريتيه ليه؟ اصل ما قدرتش استنى. طب والله لا اقول له واخليه يزعل مني. هو حضرتك رايح له؟ طبعا علشان انا عايز منه، عشان عايز ابارك له. طب والنبي يا بابا تاخد له كتاب ده يكتب لي عليه اهداء. طب وانت ما تروحيش ليه؟ لا انا عارفه انه ما بيحبش يقابل حد. وهو انت حد؟ انت ناسي انه قريبنا؟ ده ابوها الله يرحمه. كان ابن عمة ابو حضرتك لازم، ومتربين سوا زي الاخوات. طب وايه بقى؟ معلش يا بابا، وانا انت عارف انا عندي امتحانات ومذاكره، والنبي يا بابا عشان خاطري. طيب يا بنتي اخدوا امري لله. بس خليه يتوسع. حاضر، ملناش بركه الا انتي. مشغول قوي خالص دلوقتي. تقدر تطلبه بعد قد 3 ساعات كده. مع السلامه يا حضرة. مع السلامه. الو بشويش يا عبد السلامة، بجري بشويش. وايه اللي بشويش؟ الجرس يا اخي. ما انت فين؟ انت نلنا على الباب بقالي ساعة. انا يا حضرة استغفر الله العظيم، استغفر الله. طب اتفضل اتفضل. امال فين الاستاذ؟ بقول لك بشويش بشويش. في ايه تاني؟ ما تدبش كده على الارض. سبحان الله يا ادريس، امال عاوزني امشي ازاي يا اخي؟ الجزمة فيها حديد، يعني اخلع لك الحديد ولا اقلعها لك؟ والله لو تقلعها هيكون احسن. ليه يعني؟ وانا داخل جامع؟ اصل الاستاذ بيكتب جوه، وانت عارفه ما يحبش الدوشه. هو انا يا اخي غريب؟ انت مش عارف الصله اللي تربطني بيه؟ ابوها الله يرحمه. يبقى ابن عم ابو حضرتك لازم، ومتربين سوا واكتر من اخوات. امال ايه بقى؟ اهلا وسهلا عبد السلام يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا بيك يا فندم. لا مؤاخذه، يظهر اني ازعجت حضرتك شويه، بس انا حاكم احب انكش ادريس. اعمل لنا فنجالين قهوه يا عم ادريس. حاضر. تفضل يا عبد السلام يا فندم. فينك من زمان ما حدش شافك؟ والله ما بحبش اضايق حضرتك، انا عارف انك مشغول. مشغول عنك انت يا عبد السلام يا فندم. الله يبارك في عمرك. هين وزي حال الشغل؟ والله اهو الحمد لله. ايه يعني؟ في حاجه مضايقاك؟ تقريبا. ايه هي؟ في الحقيقة أنا مش جاي أتكلم عن الشغل، أنا جاي عشان حاجة تانية. نتكلم في الأول عن الشغل، ده الأهم. أنت إيه اللي مضايقك في الشركة؟ والله أنا مبسوط في الشركة الحمد لله، والقش معدن والمياه مكفية، لولا إنهم عاوزين ينقلوني أسيوط. ياه، أسيوط مرة واحدة؟ إن كان عليا أنا ما يهمنيش، إن شاء الله حتى يودوني الشلال. لكن ناهد بنتي، حضرتك عارف إن ملهاش حد في الدنيا إلا أنا. من يوم ما توفت المرحومة والدتها وأنا حطيتها في عينيا الاتنين، ثم فضل لها سنتين وتتخرج من الكلية، أو ما فوتها وحدها هنا وروح أنا أسيوط. أنا مقدر موقفك يا عبد السلام أفندي.
بس انت هدي نفسك وما يكونش عندك فكرة. انا عارف ان كلمة منك. حاضر حاضر، انا هكلم المدير وهخليه يلغي فكرة النقل دي خالص. الله يخليك، الله يبارك في عمرك. انا مش عارف ارد جمايلك دي ازاي. جمايل ايه بس يا عبد السلام افندي؟ يا سلام، هي النعمة اللي انا عايش فيها دي من مين؟ هو مين اللي شغلني في الشركة؟ هو انا انسى؟ ارجوك ارجوك يا عبد السلام افندي، هو انا عملت غير الواجب يا راجل؟